اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش بنعمل اكل صحي ويخلينا نقفل نفسنا من الغداء او من العشاء او من الوجبه اللي احنا بنتناولها يوميا، لا، احنا بنبحث جوه الاكله، بنشوف ايه الدهون، ايه المكونات بتاعتها، ونبدا نعمل نفلتر من الموضوع ده ونقدمها بقدر الامكان حتى لو بنسبه 50% تكون هيلثي. معانا النهارده كفته. اوبا، كفته النهارده. الفراخ هنعمل كفته الفراخ بالخضار، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالصينيه، حاجه كده ميكس لطيفه من اختراعي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مكوناتها لطافه، صدور فراخ، معانا تشكيله من الخضار، الكوسه والفلفله والبصل والثوم، معانا شويه عين جمل، معانا جزر، حاجات لطيفه. البرغل معانا هنا هو العصب بتاعها. معانا النهارده طبق مكرونه انا بعشقه، مكرونه خفيفه، لو انا عايز اتعشى والوقت متاخر باكل المكرونه دي، مكرونه بالزبادي، واحب ادعمها بشويه عين جمل او لوز. عين جمل ازاي؟ اللي هو الجوز، بنحمره في معلقتين من زيت الزيتون او بدون تحمير حسب الرغبه، وبنزين بيه الطبق كده ايحاء ان احنا بناكل مكسرات مع المكرونه والزبادي. الزبادي هيلسي، بنشتريه من اي سوبر ماركت، نقدر نديله قوام بواسطه النشا وبياض البيض. معانا عصير النهارده بنهديه لطلبه الثانويه العامه علشان يركزوا ويجيبوا الدرجات التفوق ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. عصير الافوكاتو باللوز، يا مزاج اللوز، يعني اوميجا 3 والافوكاتو، كلنا متفقين على ان هو نوع من انواع الفواكه لو احنا عايزينه فواكه، ونوع من انواع الخضار لو احنا عايزينه من الخضار. مش عايز اطول حضراتكم في تفاصيل كتير في الحلقه النهارده، وهنقدمها لحضراتكم بطريقه سهله ومبسطه، ولكن عايزه تكتبي على باب الثلاجه يوم الاحد من كل اسبوع على شاشه القناه الاولى الاكل بتاعنا هيلسي. انا هعمل دلوقتي مع حضراتكم طبق مكرونه بالزبادي. بيسالوني قبل ما تبدا الحلقه، الزبادي ده هينطبخ ولا يتحط ني؟ المكرونه دي هتتسلق ولا تتحط زي ما هي كده تستوي مع اللبن؟ هنشوف التفاصيل مع بعض حالا دلوقتي بعد ما نشوف المقادير. زبادي، مكرونه اسباجيتي عين جمل اللي هو الجوز، ومعانا معلقه من النشا وبياض بيضه. دي المقادير، بسيطه وسهله على الشاشه. المقادير تاني، معلش، مكرونه، معلش يا عمور هنحطها هنا، وزبادي، ومعانا زيت زيتون، ومعانا بفصين من الثوم مفرومين ناعم، وعين جمل. هي دي كل المقادير على الشاشه. اول حاجه هسلق المكرونه في معلقه زيت وشويه ملح، ده الطبيعي. تمام، وشويه الملح بتوعنا، ونحط المكرونه دي يا عم الشيف تتسلق. ايه اللي هنا ده؟ يا نعناع يا حلاوه. هناخد المكرونه دي كده زي الفل ونحطها هنا كده اهي. يلا على المكرونه ما تستوي، تعالوا نطبخ طبقه اللبن كاننا هنعمل لبن امه، او شكريه، او كبه باللبن. نار شديده زي الفل، حلوه. ولما تيجي تطبخ اللبن بقى، القواعد دي لازم تحطها في الاعتبار واحده واحده كده، وركزي معايا. احنا دلوقتي هنطبخ طبخه لبن، سواء نعمل كبه باللبن او شكريه او لبن امه، ايا كان، هي القاعده واحده. بنحط شويه حليب، زي الفل، وننزل الزبادي عليهم بالمضرب، ونخلط باستمرار. زبادي بنشتريه من اي سوبر ماركت، فيه طبعا قليل الدسم، بيقول لك الزبادي ده نسبه الدسمه فيه قليله، واحنا عارفين الكلام ده كله. عشان ما حدش يقول لي يا شيف الزبادي ازاي وهنعمل اكل هيلث ازاي. والحليب اللي انا حطيته برضو قليل الدسامه. زي الفل. باخد على على الزبادي ده بياض بيضه، اللهم صل على النبي. البياض بس مش الصفار. ليه البياض يا عم الشيف؟ يعني نضرب عصفورين بحجر، قيمة غذائية عالية جدا، بروتين حيواني، احنا عارفين بياض البيض غني بالكالسيوم والمعادن، وفي نفس الوقت كمان بيعمل ايه يا عم الشيف؟ بيديني قوام للزبادي بتاعي، ما يخلوش يفرط مني ويبرغل مني. زي الفل. اشيل ده من هنا، بياض البيضة نزل في قلب الزبادي. معانا من النشا معلقتين. فين النشا؟ الحمد لله. زي الفل. ده كله ينزل على اللبن قبل اللبن ما يسخن. ونقلب يا عم الشيف الزبادي ده كده. دي الطبخه. اذا تقل معانا شويه ما تزودوش ميه، زوديه من ميه المكرونه. اذا الزبادي تقل معاك علشان بياض البيض والنشا وده وارد، وانا عايزه يتقل للامانه، ازوده شويه ميه من سلق المكرونه. حلو الكلام؟
زي الفل تمام. وكده كده ميه المكرونه قيمه غذائيه عاليه جدا، لاننا كلنا عارفين المكرونه مصنعه من دي ودي السميد بنسبه 1:2 مع زيت وبيض. نسيب الزبادي كده على النار. اخبار المكرونه ايه؟ زي راحت فين المكرونه يا عمور؟ راحت فين؟ تنزل فين هنا؟ بص عليها كده، هو ده عيني. شايفين؟ هو ده كده. نقلبها علشان انا مش عايز اسلقها جامد عشان تكمل سواها جوه الزبادي، تنطبخ جوه الزبادي، فانا بحلها هنا كده زي الفل. تمام. انا هنا بقى في الاختيار لحضراتكم، ايه هو؟ يا اما تحط لها توم او ما تحطيش. البعض بيحب معاها توم والبعض ما يحبش معاها توم. طبخه اللبن من غير التوم بتحس ان هي فقيره شويه، زي ما نيجي نعمل لبن او طشه اللبن بتاع الشكريه. فانا بصراحه ممكن احط لها توم مع نعناع يابس، هتبقى حلوه. المدام بتعملها لي كده، تجيب التوم تحمره مع نعناع يابس اللي هو النعناع الناشف ومعلقه سمنه ومعلقه زبده اذا انت حابه. احنا ممكن نستبدل الزبده او السمنه بزيت زيتون، ايه رايكم؟ نعملها مع بعض؟ نعملها. احنا ما وراناش حاجه. ايه الاخبار؟ النار اهيت زي الفل. معلقه زيت، هي هتعلي من القيمه الغذائيه. ومعانا زيت زيتون. دول كفايه. وادي فص توم محترم. مع اللبن. نستنى عليه يتحمر شويه. شايفين الزبادي بدا يغلي ازاي ويديني قوام؟ تعرفي ان هو خد قوام ازاي اول ما تلاقيه علم في اطراف الحله زي المهلبيه كده والبشاميل. تقليب من وقت للتاني. التومة اهيت. نعناع يابس فين يا شباب؟ اهو الحمد لله تمام زي الفل. طيب على النعناع ما يستوي والتومه احنا مش هنقف، خلونا نشوف مع بعض مقادير سلطه الجزر بزيت السمسم. الزبادي بيناديني. شايفه القوام؟ هنبص على القوام دلوقتي حبايبي فرسان التلفزيون المصري. شايفين الزبادي والقوام بتاعه؟ ناعم وزي الفل تمام. يلا نبص عليه. اللهم صل على النبي. بص كده نطلع للكرين. قطع؟ لا. برغل منك؟ لا. كريمه لباني؟ اعتبريها زي ما تعتبريها. ده زبادي من سوبر ماركت اللي على الناصيه، جبناه قليل الدسامه، حطينا عليه معلقه نشا صغيره، بياض بيضه، حولته هنا لطبخه لبن. هحط لها دلوقتي تومه مع نعناع يابس. تقدري تعملي كبه باللبن، شكريه، لبن امه، زي ما انت عايزه. تعملي فتة الدجاج باللبن زي ما انت عايزه. اخبار التومه ايه؟ اوعى. نعناع يابس يا ويلي. ناخدها. ممكن تحط كزبره خضراء لو انت هتعمليها حاجه تانية، بس انا حابب النعناع مع المكرونه. ننزل بقى هنا كده. يا ويلي يا ويلي. الله. هو ده هو ده زي الفل. اخبار المكرونه ايه يا عم الشيف؟ بص على المكرونه، بص على المكرونه زي الفل تمام. ناخد المكرونه تكمل سواها كده. اهي المكرونه سقطه كده. هو ده. الاكل دي لازم تعمليها لاولادك النهارده، وقولي لي رايك فيها للامانه. يعني البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، مش هنحط اي بهارات تانية. انا حاطط نعناع يابس وحاطط تومه. نجيب شوكه كمان. اللهم صل على النبي. انا حابب كده ان المكرونه تطلع بالميه بتاعتها. حابب ده عشان هي لسه مش مستويه، فهتاخد غلوه مع الزبادي، فشويه الميه اللي بينزلوا معاها دولت بيدوها ايه؟ بيدعموها. وسيبيها على نار هاديه. هنا ما نقلبش بالمضرب بقى، خلينا نقلب بالراحه كده. اكل اعملها لاولادك بالليل، جوزك راجع متاخر ومش عايز يتعشى، اعملوا له الطبق ده وهيدعي لك، هينام زي الفل. صديق المعده، الزبادي بيساعد على الهضم، صديق الكولون، مكرونه نشويات مفيده جدا. معانا عين جمل؟ عين جمل. هيتحط ازاي يا شيف؟ استاذ عمرو قبل ما نخلص الهوا قال لي ازاي نحمر عين الجمل ونحطه على المكرونه كده بقى دايت؟ انا قلت له يعني بنسبه 50 بجتهد ان هي تبقى دايت. والله احنا ممكن نحط عين الجمل ني، ممكن نحط له بتحميره زيت زيتون، ممكن نعمله بسمنه، ممكن نعمله بزبادي، زي ما احنا حابين. ناخد بعدين نطلع فاصل. ناخد بقى خلينا غرفة طيب ونطلع فاصل، ايه رايكم؟ سريعا كده. مش هاخد دقائق معدوده. اللهم صل على النبي.
ادي طبق المكرونه بتاعي اللي انا عملته زي ما انت حابب، مش عايزين نحط عين جمل زي ما انتوا حابين. الف انا وشيف اللي ياكل منها. ده هيلث بنسبه تقريبا 70%. هنزينها بعين جمل او بمكسرات او بلوز او بفستق اللي عندك، مفيش مشكله. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل للحلويات. ايه هي الحلويات؟ معانا سلطه الجزر تعتبر سكريات، ومعانا طبعا مستر افوكاتو هنعمله النهارده عصير وسموزي بنهديه لطلبه الثانويه العامه، وندعي لهم بالتوفيق ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايزين نشوف الانتاج بتاعنا ايه. قال لك كتر عين الجمل على المكرونه دي عشان نتغدى مع بعض بيها. ماشي، اهي عين جمل بالهبل. زي الفل، والله العظيم عين جمل. ما رضيتش احمصه لان هو يعني محمص وزي الفل، ومعاها كمان النعناع اليابس زي الفل. عملنا مع بعض كفته بالصينيه، وعملناها بالخضار، وعملنا سلطة الجزر إهداء مني كمان لطلبة الثانوية العامة عشان فيتامين سي وتقوي المناعة، وعملنا مكرونة لطيفة الطبق المفضل ليا من المكرونة في حالة إن إحنا فاتنا ميعاد العشاء، عبارة عن مكرونة وزبادي بتكنيك عالي علشان ما يفرطش معانا. رؤية فن إبداع وأكل هيلسي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.